مع الدكتورة خديجة أريس وهي أخصائية في الحمية والتغذية عن موضوع اللي مهم جدا كي تحدث على داء السكري والتغذية اللي خصها تكون فيه. كنعرفوا أن هذا التغيير الحاصل اللي ولا في نمط الحياة وكيتمثل تغيير العادات الغذائية والحياة اللي كنعيشوها والزربة يعني هادو كلهم مشاكل اللي كيؤديو لداء السكري. ومعنا الدكتورة مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية. مرحبا بك دكتورة خديجة. صباح الخير الأخت سناء، صباح الخير المستمعين الكرام. صباح النور ومرحبا وألف مرحبا بك في اللقاء المفتوح. بارك الله فيك سناء. نعم دكتورة، كيف ما قلت فموضوعنا اليوم هو التغذية عند الناس اللي مرضين بالسكر. نعم هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا، لأن التغذية كما كنعرفوا هي من أهم العناصر لتوازن داء السكري، إلى جانب من طبيعة الحال علاج بالأدوية والنشاط الرياضي. فعلاج داء السكري كما كنعرفوا كامل كيرتكز على ثلاثة الأسس. نعم. هاد الأسس من طبيعة الحال اللي جينا نمثلوها ممكن نمثلوها بحال شي طبلة اللي عندها ثلاثة ديال الرجلين. أول حاجة هي النظام الغذائي المتوازن، الرجل الثانية اللي كتمثلينا الأدوية، والرجل الثالثة اللي كتمثلينا النشاط الرياضي. نعم. فهاد طبلة إلا طاح مثلا غير رجل، عطيك مثال إلا طاح رجل كطيح الطبلة. كذلك المريض بداء السكري إلا اختل حاجة من هاد الحوايج اللي نعم. هي النظام الغذائي أو الأدوية أو النشاط الرياضي، ممكن المريض بداء السكري يطيح وما يكونش ويخلي التوازن ديالو بدا السكر. فهمتي؟ نعم. دونك هاد التغذيه هي اول حاجه هي ليست ريجيم، لان الريجيم كنسميوه اولا هو مقابل الحرمان. بل ما بقيناش كنسميوها ريجيم، كما كنسميوها نظام غذائي صحي ومتوازن. نعم. دونك بالنسبه للتغذيه الا بغينا ندخلوا في التغذيه ديريكتومون، دونك ممكن كل مريض بدا السكري خصو يعرف بان عنده ان ريجيم اللي هو خاص به. ما بقيناش كنهضروا على لي ريجيم ستاندار، اولا مثلا كيجي عندك المريض بدا السكري كيقول لك كنتبع واحد التغذيه اولا واحد الحميه اللي كيتبعوها الناس كاملين. بل بالعكس، كل شخص مريض بدا السكري على حسب الوزن ديالو ونوع السكر، واش هو مريض السكر النوع الاول اولا النوع الثاني، اضافه الى النشاط الرياضي اللي كيقوم به، واش هو حركي واش كيتحرك اولا سيدونتير يعني ما كيتحركش. دونك الاغذيه اولا المواد الغذائيه ما كترفعش نسبه السكر في الدم بنفس الطريقه. هادشي اللي خص يعرف المريض بدا السكري. نعم. دونك المشكل ان كل غذاء اولا كل ماده غذائيه والخاصيه ديالها. دونك الخاصيه ديال كل غذاء باش يطلع السكر هو ما كنسميوه حاليا ما نسميه بمؤشر السكر اولا لاندكس جليسانيك. دونك هذا لاندكس جليسانيك باش يبقى مستقر لازم التغذيه تكون متوازنه. دونك هذا هو السؤال المطروح. نعم. كيفاش يمكن للمريض انه ياكل بطريقه متوازنه؟ في بعض الأحيان دكتورة يعني المريض يعني كياكل بطريقة متوازنة ولكن عنده الفترة محددة، مثلا كيقول لك أنا هذا الأسبوع هذا غادي نتبع واحد النظام غذائي نقد به السكر، بعد المصطلح نقد به السكر. نعم. وكيتبع ذاك النظام الغذائي ومن بعد كيحس براسه مزيان صافي كيخلي عاود كيرجع للعادات الغذائية السيئة وياكل في الزنقة. نعم. يعني مشاكل. نعم. هما كيقوموا بمشاكل. نعم نعم هذا هو المشكل المطروح، لان المريض بدا السكري خصو يعرف ان الحميه الغذائيه ديالو هي حميه نهائيه لا رجعه فيها. كما ان المرض ديال السكر هو سيتي مالادي كرونيك، مرض مزمن مزمن، فالتغذيه ديالو خصها لازم تكون متماشيه مع الداء السكري اللي عنده، تكون بطريقه يعني لا رجعه فيها، بطريقه دائمه. ماشي سيمانه يتبع الريجيم حتى يتقاد ليه وسيمانه يسمح فيه. دونك هذا هو اللي خصنا ناكدوا عليه بالنسبه للمرضى بداء السكري، انهم يتبعوا الحميه التغذيه المتوازنه بطبيعه الحال. دونك بالنسبه للجسم ديال المريض بداء السكري كما بقيه الاجسام كيحتاج الى طاقه. وهاد الطاقه منين يمكننا ناخذوها؟ كناخذوها من التغذيه، يعني كناخذوها على شكل بروتينات سكريات ودهنيات اللي كتواجد في الاغذيه. اذا لازم المريض بداء السكري ياخذ تغذيه متنوعه اللي كتشد الحاجيات اليوميه ديالو، ممكن ياخذ من جميع الاصناف الغذائيه. وهذا الشيء اللي غادي نحاول نطرق ليه فهاد ان شاء الله فهاد الحصه. هاد الاصناف الغذائيه نبداو بالصنف الاول اللي هو صنف الخضر والفواكه. هاد الصنف كما كنعرفوا انه غني بالفيتامينات والاملاح المعدنيه زائد الالياف الغذائيه. كما كنعرفوا ان الالياف الغذائيه هي كتهبط كتعمل على تخفيض نسبه السكر في الدم، يعني كتهبط لنا مستوى السكر في الدم، اضافه الى نسبه الشحوم الزائده او الكوليسترول.
دونك ممكن هذه الخضر والفواكه نستهلكوها باي طريقه من طبيعه الحال سواء كانت طريه او مطهيه مع العلم ان الفواكه كتحتوي على نسبه مهمه من السكريات يجب اخذها باعتذار من طبيعه الحال. دونك هذا الشيء بالنسبه لهذا الصنف ديال الخضر والفواكه. اللحوم نعم نعم مازال غادي نطرق لصنف اللحوم. دابا صنف الخبز والنشويات هو صنف اللي مهم من طبيعه الحال. حنا المغاربه عندنا اهم صنف هو هذا كيعتمد عليه فوالا لا ما كانش الخبز في الطابله حتى حاجه ما كاينه كيقول لك حيد لي كل شيء الا الخبز من طبيعه الحال في الكونسلطاسيون كل شيء هادشي اللي كيقول لك كاين شي حاجه اللي يقول حيد لي كل شيء الا الخبز. حنا من طبيعه الحال كاخصائيين في التغذيه ما كنحيدوش الخبز ولكن كننقصوا من الكميه ديالو ولا كنعطيوه باعتدال. يعني كل شخص على حسب الوزن ديالو كما شرحت على حسب الاكتيفيتي فيزيك يعني التحرك ديالو النشاط الرياضي على حسب نوع السكر واش هو سكري من النوع الاول او من النوع الثاني. دونك هاد ديال الخبز النشويات هو كيضم بزاف ديال الحوايج ماشي غير الخبز من طبيعه الحال فيه الحبوب فيه القطاني فيه الارز وهذا الصنف هو غني بالسكريات من طبيعه الحال السكريات البطيئه غني بالبروتينات النباتيه غني بالالياف. دونك كما كنعرفوا ان اصحاب السكري ما يمكنش يحيدوا هذا الصنف. انا ماشي كنقول بما انه فيه السكري يعني غنحيدوه ولكن خصو يكون على الاقل ثلاثه الوجبات في النهار يعني يكون في الفطور ويكون حاضر في الغداء ويكون حاضر في العشاء ولكن باعتدال. وركز على هذه القضيه ديال انه باعتدال. عاوتاني الا ما خداوش من طبيعه الحال في الوجبات الرئيسيه كاين هناك خطر ديال هبوط السكر او ما نسميه بليبوغليسيمي. دونك بالنسبه نمشيو للحليب والمشتقات ديالو هو صنف اللي هو عاوتاني مهم لانه كيحتوي على بروتينات كالسيوم من طبيعه الحال فيتامين دي. وهذا الصنف ما كيحتويش غير الحليب على الحليب كيحتوي على اللبن كيحتوي على الجبن على الرايب من طبيعه الحال وممكن تستهلكوه او اصحاب السكري ممكن يستهلكوه من حصه الى حصتين في اليوم. نعم دونك دابا بالنسبه للصنف اللحوم اللي ذكرتي دونك صنف اللحوم كيضم الاسماك كيضم الدجاج والبيض. وهذا الصنف غني بالحديد من طبيعه الحال غني بالبروتينات غني بالدهون ضد الدهون اللي كنسميوهم الدهون غير المشبعه بالنسبه للحم والدجاج. اما الاسماك فهي غنيه بالدهون اللي هي مهمه وغنيه بزاف بالاوميغا 3 اللي كنسميوها الاوميغا 3 فهي واحد الاوميغا 3 مهم للذات بزاف مهم للجسم وكنفضلوا الاسماك بجميع انواع ديالها وكنفضلوا ان اصحاب السكري يستهلكوها من جوج الى ثلاثه المرات في الاسبوع. نعم وكنضيف ان بس واحد الحاجه ان اللحوم الاخرى يعني لحم الدجاج واللحوم الحمراء دائما خصها تكون فقيره من حيث الدهون يعني دائما ياخذ لي مورسو ماكغ ياخذ لي مورسو اللي كيكونوا غنيين بالشحمه ما فيهمش الشحمه. نعم لان كتاثر على المشاكل لي كارديو فاسكولير لي بروبليم كارديو فاسكولير يعني متعلقه بالقلب والشرايين كتكون غنيه بالكوليسترول بزاف وممكن تبوشي لنا العروق. الله يستر. علاش كنأكد نعم كنأكد على السمك بجميع الانواع ديالو ومن طبيعه الحال بطريقه صحيه انه ما يتقلاش الزيت واضافه الى ممكن يتشوى ممكن يطيب باي طريقه الا القليل الحزين. نعم تبارك الله المراه المغربيه ولات كتفنن في هذا المجال والاطباق نعم. كتختلف يعني الزيت ولو وليت كنشوف ان بزاف ديال الناس ولو كيبعدوا عليها فقط دكتوره نعم. غير بين قوسين نعم. كنعرفوا ان غدا ان شاء الله الوليدات ديالنا غيدوزوا الباك يا ربي تنجحهم وتسهل عليهم وتعاونهم نعم. ما عرفتش واش تعطينا شي مقترح للاباء اللي كيستمعوا اللحظه شي حاجه شي تغذيه اللي يتناولوها باش تنشط لهم الدماغ ان شاء الله غدا ويكتبوا مزيان وينجحوا. نعم ان شاء الله من طبيعه الحال كنتمنوا لهم النجاح. بالنسبه للتغذيه لازم تكون متنوعه من طبيعه الحال لازم كما شرحت تبع الاسماك لانها غنيه بالاوميغا 3 ممكن ياخذوا الاسماك تكون طيبه بطريقه صحيه من طبيعه الحال زائد الخضر والفواكه وكنأكد على الفواكه لان الفواكه غنيه بالالياف الغذائيه كتساعدهم على الهضم عاوتاني باش ما يمشيوش والاستومات ديالهم عامره لان الاستومات ملي كتكون المائده ملي كتكون عامره بزاف فكيترخاو وما يمكنش انهم يركضوا. نعم. دائما خصهم ياخذوا الماكله ويخليوا واحد شويه واحد الفراغ باش ما يجيو يستوفوا في الوجبه ديال الغداء لانهم غادي ياخذوا الغداء وغادي يمشيو يدوزوا الامتحان. دونك خصهم ياخذوا بعين الاعتبار ان ما خصهمش يترخاو خصهم يفكروا مزيان التغذيه ديالهم تكون متنوعه ياخذوا اسماك ياخذوا خضار فواكه عصير فواكه من طبيعه الحال يكون طبيعي ممكن ياخذوا تمر او لا تمر زبيب فواكه
جافة. نعم الماء، يشربوا الماء بكمية كافية بطبيعة الحال، وباش يكون عندهم تركيز مزيان إن شاء الله، ويحصلوا على نتائج مزيانة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة. وهنا عدتي وانتي كتهضري على أنهم ما يعمروش البطن ديالهم، حضرتني ديك الهضرة اللي كنقولوا مجموعين لك الواحد بزاف تيقول للراس غني، حنا بغيناهم يكتبوا، بغيناهم يخدموا. نعم بغيناهم يخدموا، بغيناهم شي ترخاء ويمشيوا وينعسوا. دونك من الأحسن يتعتمدوا على هذه التغذية المتوازنة، يشربوا الماء بكميات كافية، ياخذوا عصير فواكه بطبيعة الحال، التمر الزبيب، وكنأكد على التمر الزبيب وما ياخذوش لي بونبون أو الشوكولا، ديك لي بونبون لي سكري بزاف، أنا كنفضل ياخذوا حلويات كافية. نعم شكرا لك الدكتورة خديجة أريس، شرفتينا وشرفتي البرنامج. مازال بعد النقاط ممكن نطرقوا لها من بعد ان شاء الله غدا نتموا الحديث في الموضوع، لان موضوع صراحة مهم جدا وكيخص مجموعة من الناس. شكرا لك دكتورة خديجة أريس، أخصائية في الحمية والتغذية، وغدا ان شاء الله لنا موعد معك.